اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن الضوابط الجديده للعمره. الضوابط دي بدات الشركات النهارده بتوثيق عقود العمره بعد اصدار وزاره السياحه امبارح الضوابط. طبعا عايزين نعرف شركات السياحه الدينيه شايفه الضوابط الجديده دي ازاي، الموسم في الكام شهر اللي جايين دول هيبقى عامل ازاي. نشوف التقرير ونرجع نبدا الكلام عن هذا الموضوع. جاء إصدار وزارة السياحة للضوابط الجديدة للعمرة انفراجة لشركات السياحة الدينية خلال الفترة المتبقية من موسم العمرة، بعد مضي نحو 5 أشهر على توقف رحلات العمرة من القاهرة إلى البيت الحرام. وسرعان ما بدأت شركات السياحة الدينية في توثيق عقود العمرة بداية من اليوم حتى انتهاء فترة التوثيق التي تستغرق 15 يوما من تاريخ فتح باب التوثيق. وتركت الضوابط الباب مفتوحا أمام أعداد المعتمرين لتتبدد مخاوف الشركات من وضع سقف لأعداد المعتمرين، الأمر الذي جعل الشركات تصفها بأنها خطوة جيدة بعد توقف رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية. وتضمنت الضوابط شروطا جديدة متمثلة في فتح مسافة تسكين المعتمرين إلى مدى 2 كيلومتر بدلا من كيلومتر مربع واحد من الحرم، كما أنها حظرت توجه المعتمرين إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة المحدد بأكثر من 6 ساعات. كما جاءت الضوابط مانعة لدرجة السطح على العبارات وضرورة إلغائها من برامج شركات السياحة، إضافة إلى منع تعامل الشركات السياحية مع شركات الطيران الخاصة إلا من خلال وكلائها المعتمدين لدى الوزارة. وأتاحت الضوابط التضامن بين الشركات السياحية التي لديها وكيل سعودي، وكذلك سمحت بالتعاون المشترك بين الشركات في تسويق برامج العمرة. كما حظرت الإقامة في منطقة الحفاير واستثناء منطقة محبس الجن مع السماح للتسكين في منطقة ريع بخش شريطة أن تكون الفنادق على الشوارع الرئيسية ولا يقل مستواها عن 3 نجوم. ووفقا لضوابط العمرة سيتحمل المعتمر قيمة السكن وغرامة تذكرة الطيران حال إلغاء الرحلة بناء على طلبه.